بعد توزيع القرع وكيفية ممارسة الإعلام الانتخابي لمختلف وسائل الإعلام، بدأت الأحزاب السياسية باستخدام شتى وسائل الإعلام منذ أبريل 2021، وتعينت 57 وسائل إعلام بمختلف أنواعها وشركات، منها 7 صحف و21 محطة راديو و29 محطة تلفزيونية، ول46 حزب سياسي الحق في استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة بمختلف المحطات إلى يوم مايو 31/2021. وعلى حسب قول الباحث الدكتور الشهير دسالم بيتروس، أنه في هذا العام يوجد من الإنصاف الديمقراطي في استخدام الوسائل المتاحة لجميع الأحزاب السياسية. يمرجع بورد بنتانت اندي جواز تدرغوا. لقد سمح لمجلس الانتخابات بالتحرك بكل حرية وأيضا بطرح أفكارهم وسياساتهم الداخلية والخارجية بكل شفافية من خلال مختلف الوسائل الإعلامية الإثيوبية، وأعتقد أن الوقت الذي أتيح لهم جيد وسياساتهم التي يطرحونها أيضا جيدة للشعب. ولقد شهد مدى الشفافية والحرية التي تستخدمها الأحزاب السياسية في طرحها وإعلانها للعديد من برامجها وخياراتها. وكما أوضح الدكتور دسالم بيتروس، أن مختلف السياسات التي تطرح في وقت النقاش بين الأحزاب تكون محدودة، ويجب علينا من خلال هذه الفرصة تفريق النقاط الخاصة والمميزة لكل حزب. من الممكن أن نفرق في أفكار وسياسات حزب الازدهار من الأحزاب الأخرى، ولكن يجب علينا التفريق بين نقاط وسياسات الأحزاب الأخرى في بعضها البعض. وكما قال نائب المدير الباحث في الشؤون السياسية لشرق أفريقيا الدكتور برهانو لينتو، أن تمهيد الأجواء لطرح السياسات والمعتقدات المختلفة للأحزاب السياسية هي علامة وتأكيد لوجود الديمقراطية، وأكد أن وجود المنصات العادلة والمساوية التي تطرح وتعرف من خلالها آراء ووجهات النظر لمختلف الأحزاب ليست فقط تقدم ديمقراطي، ولكن يرفع من مستوى إدراك واستيعاب المواطن. كركروما نورو راسو مدركو مزجاجتو راسو لمثال ان انت جاي تجمرون ايتشوالو. هذه المنصات للمناظرات السياسية التي جهزت لمختلف الأحزاب السياسية في مختلف القنوات المحلية والخاصة هو شيء جيد، والتي من خلالها يشرع فيها الأحزاب للمواطنين آراءهم. حساب كارلاتشو حساباتشون وتو تلفزيون لاي لازمو يجلسون. وأوضح دكتور برهانو، رغم إيجابية هذه المنصات لعدة أمور، إلا أن التكلم عن سلبيات البلاد من غير إيجاد حل لها هي من الأمور السلبية لبلد نامية مثل إثيوبيا. ونصح الدكتور الأحزاب أن يستغلوا هذه المنصات بالتعريف عن حزبهم ومشاركتهم سياستهم وآرائهم. مشاشالو تشالو هي تموكرين جن إيكارال زينيو كركرلاي ممتعت بميقباو ليبل متو على المسكاون درس. يوجد هناك بعض التحسينات والتقدم، ولكن أيضا هناك الكثير من الخطوات الإيجابية الباقية في مثل هذه المنصات للمناظرات السياسية، كاستخدام الوقت المحدد والجمل المفيدة والواضحة مع وضع حل للمشاكل وليس التوبيخ في بعضهم البعض. وبحسب قول الدكتور دسالم بيتروس، أن الانتخابات هي وسيلة للشعب الإثيوبي في اختيار وتحديد مستقبلهم، فيجب عليهم أخذ الأمر بجدية واغتنام الفرص التي أتيحت بمشاركتهم في الانتخابات. يجب على المواطنين وبالتحديد المثقفون منهم التعرف على السياسات المختلفة والمجدية للبلد ومعرفة الإيجابيات والسلبيات لكل حزب سياسته ومدى فعاليته. ليس على الأحزاب فقط السعي وتحريك مشاعره لنيل إعجاب المواطنين فقط، بل يجب عليهم طرح آراءهم وأفكارهم وخيارات بناءة
من خلالها المضي قدما بالبلاد، وعلى المواطنين مشاركة هذه الآراء بعضهم البعض واختيار الأفضل لهم. يتشالوا برنامج يتو نميلو نغرلاي تكرتي ارغي